بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسية طيبة لجميع الأصدقاء الأخوات والأخوة الحاضرون معنا في هذا البث المباشر لهذا اليوم. قبل أن نبدأ في محتوى هذا البث، أطلب منكم كالعادة مشاركة هذا الفيديو على أوسع نطاق. يرجى مشاركة هذا البث على أو إلى جميع الأصدقاء الموجودون في قائمتكم. كذلك أطلب منكم مشاركة هذا الفيديو أو البث المباشر في المجموعات، خصوصا المجموعات الخاصة بروضة الأطفال. نحاول أن نشارك هذا البث المباشر على مجموعة روضات الأطفال قدر المستطاع، على المجموعات المفيدة، مجموعات التربية، مجموعة. وعليكم السلام ورحمة الله نريمان، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية جميعا. وعليكم السلام أبو معاذ، أهلا وسهلا بك أخي، إن شاء الله تكون بخير. طبعا أنا اشتقت إليكم كثيرا، وأعلم أنكم اشتقتم لي واشتقتم إلى المواضيع أو للمواضيع المفيدة في مجال الروضات، في مجال عالم الطفولة. أعترف أني قد أطلت الغياب هذه المرة، طبعا بسبب ارتباطات وانشغالات، بسبب مجموعة من البرامج كانت موجودة وكانت عالقة، كان لابد من إتمامها. فأردت أن أطل عليكم اليوم بهذا الفيديو في موضوع طالما طلب الكثير مني مد يد العون فيه، أو توضيحات، يعني فقط نوضح بعض الأمور وبعض النقاط على الأصدقاء يستفيدون من هذه الشروحات والتوضيحات التي نقدمها. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذة سامية، أمسية طيبة، أتمنى أن تكوني بخير، اشتقنا لك يا أستاذة. حضانة بشرى الحسين، وعليكم السلام، مرحبا بك. كرش وهران، مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أستاذ عمر، وعليكم السلام أخي، هذه الله لا يعيبك خويا، إن شاء الله تكون بخير. إيماني نور، وعليكم السلام. بارطاجونا الفيديو، الله يخليكم، الله يرضى عليكم، في كامل المجموعات باش يوصل أكبر عدد ممكن من الأصدقاء. إن شاء الله نحاول الفيديو تاع اليوم ما يكونش العفو أختي بشار. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم ما يكونش طويل بزاف، يكون قصير، ولكن الفائدة نتاعو تكون يعني نحاولوا أن نوصلوا به فائدة ولو معتبرة. أكيد أنه راح يكون مفيد، يعني الأمر المفروغ منه هو راح يكون مفيد إن شاء الله. راح تبدو امور ممكن الغالبيه يجهلوها، الغالبيه ما لقاوش اللي يوريها لهم ولا اللي يشرحها لهم. فان شاء الله نحاول الشرح او التوضيح والمساعده قدر المستطاع. كما قلت قبل قليل، اعتذر عن الغياب وعن التاخر بسبب يعني ارتباطات خاصه، الله غالب يسمع. نحاول جاهدا ان نوفق ما بين الاشغال نتاعي والاعمال نتاعي، وما بين تقديم يد العون والمساعدة للأصدقاء في المجموعة. طبعا هذا المنبر يسرني أن أوجه الشكر الجزيل لكل الأخوات والإخوة الذين وثقوا في شخصنا وحضروا معنا مجموعة من الدورات، فكنا يعني انشغلنا أيضا مع مجموعة من الدورات، فأشكرهم على هذه الثقة التي وضعه فينا في يعني في الوقت الذي صار الشخص فينا أو الواحد فينا لما يحب يحضر دورة معينة يعمل ألف حساب لكثير من الأمور، وأبرزها يقول لك أنا أسكو كي نحضر هذه الدورة راح نستفاد ولا ما راحش نستفاد، راني خايف نمشي نضيع وقتي ونضيع مالي باطل. فإن شاء الله إن شاء الله تكون يعني الأصدقاء اللي كانوا معنا في دورتنا ان شاء الله هما يعني ايجابيين في الحقيقه، هذه يعني شهاده لله، وهذا ما لمسناه بحضورهم وبتفاعلنا معهم. فاشكرهم على الثقه، اشكرهم على التفاعل، اشكرهم على الايجابيه، اشكرهم على كل شيء. وفي بعض الاصدقاء يعني صاروا قبل ما يعني فقط باش من قبل ما نبداو
لكي يلتحق العدد، يعني حاولوا تبارطاجوا، حاولوا تبارطاجوا الماكسيموم باش كي على الاقل ما نجيو نبداو في الموضوع يكونوا التحقوا بنا اكبر عدد ممكن. ما نجيو نبداو في موضوع هذه الحلقه او هذا البث يكون يعني التحقوا عدد معتبر باش نبلغوا الافاده. يعني احنا رانا دايرين فيديو ماذا بينا لو ماكسيموم يستفادوا، ماذا بينا لو ماكسيموم، ماشي فقط 20 ولا 30 ولا 50، ماذا بينا اكبر قدر ممكن. راه عندنا الله يبارك روضه، في روضه الاطفال في الجزائر راهي تفوق 3000 روضه، فاكيد انه النقطه اللي راح نحكيو عليها اليوم الغالبيه عندهم فيها اشكال، ما نقولش الكل ولكن الغالبيه عندهم فيها اشكال. لذلك نحب نحكي شويه قبل ما يلتحق اكبر عدد ممكن، وانتم عاونونا بالبارطاج قدر المستطاع. فقلت كاين بعض الاصدقاء كذلك يحبوا يحضروا في دورات ولكن يتردوا، يبعثوا لي تساؤلات وكمل، ومن بعد ما يتردوا يعني في المشاركه وفي التسجيلات. فممكن السبب انه كاين مجموعه اللي ما فهموش لحد الان، ما فهموش واش هي قيمه التكوين والتدريب. كاين اللي يشوفوا بلي الدورات والتكوين هذا راه غير فعال وغير مجدي. كاين اللي يشوفوا تاخذوا يعني موقف من دورات، حضروا في دورات وحسوا بلي الناس نصبت عليهم ولا حسوا بلي ما استفادوش في جهات معينه. يعني الحمد لله احنا ما نقولوش الكل ولكن الغالبيه اللي حضروا معنا، فاذا كان ما جاملوناش استفادوا الحمد لله. فهذا النقطه هذه لابد من الاستقصاء دائما. كنت اقول قبل ما احنا نبداو في الموسم تاعنا التدريبي كنت دائما نقول باللي نستقصي على اي دوره نحضر فيها. احنا راني حياتي كامله نحضر، ما نقولش حياتي يعني أنا ممكن اكثر من واحد 15 سنه ولا نحضر دورات، ولحد الان لما نشوف دوره نستقصي شكون هذا المدرب، شكون هذا المركز، الماده تاعو كيفاش دايره الى غير ذلك. فالله غالب انا حاب نحضر باش نستفيد. وكاين اللي يشوفوا باللي التكلفه مرتفعه، فانا استغرب يعني خصوصا من اللي يقول لي التكلفه مرتفعه، يعني دوره تاع مليون ونص ولا 2 ملايين. انا انفستي في ان بروجي تاع روضه اللي راني حاط فيهم اقل شيء حاط فيه 200 300 مليون. فلما نحضر دوره 2 ملايين ولا 2 ملايين اللي راح نشوف صح باللي راح تفيدني، فهو لا شيء مقارنه بالاستثمار اللي نستثمره ومقارنه بالفائده اللي راح نستفاد منها يعني حقيقه. فانا افضل اني لما نمشي لمشروع معين ندي عليه لو ماكسيموم، ولا حتى راني في مشروع نتعلم عليه لو ماكسيموم باش نسبه الخطا نتاعي تكون اقل. فلما ندرب اكيد راح نوفر على روحي مال وجهد ووقت وريسك الى غير ذلك. وكذلك الناس اللي ما يعرفوش المحتوى يشوف دوره معينه يقول لك الدوره فوالا كم الناس كم راهي يديرها، فما يجهل المحتوى فما يحبش يشارك في هذه الدوره. حنا على كل دائما قبل ما يلتحق الاصدقاء نبروفيتي، حنا تقريبا الدورات اللي نقدموها حاليا مركزا اللي يشوفوا باللي صح يحتاجوها روضات الاطفال. كاين بزاف ناس راهم رايحين يفتحوا الروضات هذو وبحرت لهم خلطه كبيره في التاسيس، ما يعرفوش كيفاش ياسوا، ما يعرفوش هذا المجال تاع العمل تاع الروضه كمؤسسه كيفاش داير، ما يعرفوش الخطوات الملف واش فيه، ما يفرقوش بين شخص طبيعي وبين انهم يديروا شركه، ما يعرفوش كيفاش يديروا سجل تجاري، ما يعرفوش واش هي المواصفات تاع الروضه النموذجيه اللي لازم تكون عليها الروضه نتاعهم، من اختيار المقر، التهيئه لهذا المقر، اختيار التجهيز المناسب، يتعرف على دفتر الشروط واهم النقاط اللي جات فيه اللي لازم يتعرف عليها قبل ما يبدا يختار المنهج او البرامج الخاصه. كيفاش انا نختار هذه البرامج الخاصه وهذا المنهج باش نبدا بها، ما يعرفش كيفاش ينتقي فريق العمل اللي يبدا به، يلقى عنده مشكل في كثير من الوثائق اللي يحتاجها، كذلك في عمليه التاسيس ما يعرفش واش هي المؤسسات اللي راح يتعامل معها واللي راح يكون في احتكاك معها من خلال هذه الروضه. طبعا احنا لمينا هذا كل شيء، احنا رانا نقدموا تقريبا في لايف. كاين واحد الاخت مره واحد الدوره كان فيها شويه العدد قليل، قالت لي انت استاذ ولفتهم باطل. قلت لها انا معليش انا هذا باطل هذه تاع اجر، ولكن الدورات المدفوعه كاين اللي يقول لك انا ندي كل شيء مدفعه واحده، يعني ما نبقاش انا كل مره نستنى في الاستاذ راهو فارغ ولا ماهوش فارغ باش يدير لي لايف وندي منه كوتابوت، يقول لك انا نحضر دوره ونهني راسي. فهذا الشيء اكثر الاشياء اللي نشوفوها احنا في التاسيس. بالنسبه للدوره الاخرى اللي نبازو عليها بزاف بالنسبه خصوصا الجماعه اللي رايحين يفتحوا ولا الجماعه اللي ديجا راهم في الدومين تاع ليكراش، راه عندنا بزاف جماعه حضروا معنا اللي عندهم 8 سنوات عمل، 9 سنوات عمل. حضرت معنا سيده عندها 11 سنه عمل، يعني حقيقه قالت لي استاذ شهاده لله راني يعني في 11 سنه نخدم
كي حضرت الدورة حسيت باللي راني في عزلة تماما، ولا في بعد تام على ما ينبغي أن يكون في التسيير، ولا في الإدارة، ولا في الأمور الخاصة بالروضة نتاعي. فالحمد لله قدرنا نصحوا كثير من المفاهيم، وكاين اللي ما يعرفوش أصدقاء وش صح الدورة وش فيها. مثلا مؤسسة الروضة والسياسات الخاصة أهم الركائز لنجاح أي روضة، القوانين الداخلية اللي لازم تكون في الروضة نتاعنا، التنظيم الإداري الداخلي، الوثائق، السجلات، الشؤون الإدارية، البرامج كيف تبنى والأنشطة داخل هذه الروضة، كيفية بناء السعر، الأسس تاع الإدارة المالية، بناء فريق العمل، الإشهار والترويج للروضة، بناء العلاقات لهذه الروضة، كثير من الأمور ممكن نشوفوها تبان بزاف ولكن نشوفها في يومين. وصح صح يومين راهي كافية، يومين راهي 12 ساعة تقريبا، 12 ساعة وحنا نحكوا على الأمور المتعلقة بالروضة، دونك راهي فيها الخير الكبير. كذلك كثير من الروضات اللي راهي ديجا مقبل في المجال 5 سنوات 6 سنوات، تقول لك راني ندور في بلاصتي، ما يعني من الجانب المالي راني مانيش خارج، فيديروا اخطاء فادحه بالجانب المالي. صحيح انا حقيقه انا عن نفسي 5 سنوات او 6 سنوات وانا ندور في بلاصتي، الى اني تعلمت، حضرت دورات، شفت ناس علموني الى غير ذلك، الاداره الماليه الناجحه للروضه كيفاش لازم تكون، وعلى اي اساس لازم تكون، كيفاش نبني السعر، كيفاش ندير الخطه نتاعي الماليه، كيف نوضع الاهداف الماليه نتاعي، كيفاش واش هي المصادر اللي تخليني باش نزيد نضاعف العائدات نتاعي، كاين اللي حتى باش يزيد في لوبري تبحر له كيدير باش يزيد في لوبري، كيفاش الميكانيزمات تاع العمل، التحليل، التقييم، كذلك اهميه الادخار ولا طرق الادخار، بزاف كذلك اصدقاء ما يعرفوش هذا، احنا نشوفوهم في الدورات يعني حقيقة، نعطوهم في نقاط عملية، نقاط من الواقع يعني، مش نقاط نظرية هكا وخلاص. دونك انا نشوفها باللي مفيدة، وكاين بعض الاصدقاء اللي يشوفوها باللي ماشي خليني بالمحاولة والخطأ ومن بعد تمشي اموري. فانا دائما نقول باللي في مجال الروضات ما كاش حاجة اسمها المحاولة والخطأ، وانما لازم نتعلم مليح ونشتغل صح، لانه دائما كل ما نتعلم مليح ونتعلم عفسه في وقت مبكر، كل ما نطبقها بكري كل ما نستفاد، كل ما نتعلمها في وقت متاخر كل ما راني ندير في اخطاء بزاف وراني نطيح في الغلطات، وبالتالي نلقى روحي ندور في بلاصتي ولا نكره ولا يصراو لي مشاكل الى غير ذلك. طبعا هذه في التقديم كنا ننتظر التحاق اكبر عدد ممكن من الاصدقاء. موضوعنا لهذا اليوم هو موضوع طرح كثيرا، الكثير من الاصدقاء تواصلوا معايا، الكثير من الاخوات تواصلوا معايا قالوا لي احنا ما على بالناش، كاين اللي احتار. انا عن نفسي يعني في السنوات الاولى نتاعي تاع العمل حتى بداو يصدموا عليا لي كوميسيون ويعاقبوني، باش عاد بديت نتعرف على هذا على هذه النقاط، وهي نقطه متعلقه او هذا الجانب، وهو جانب متعلق بالسجلات. ندخلوا اليوم الموضوع حيكون موضوع في المجال الاداري، موضوع بحث في الجانب الاداري الداخلي. فكما نعرفوا احنا باللي اي مؤسسه لابد ان توفر على مجموعه من السجلات، ولا لي ريجستر ان صح التعبير باللغه الفرنسيه الى غير ذلك، او الفايل رمزيين ومفرقعات. فالسجلات راهي حاجه ضروريه لكل مؤسسه. طبعا كاين سجلات اللي تكون يعني تساهم او تساعد باش تنظم لي العمل الداخلي نتاعي والجانب الاداري نتاعي، يعني هذا هو مزيتي نديره باش يسهل على روحي. كاين سجلات اللي موجودين في دفتر الشروط، دفتر الشروط لما نجي ناسسوا احنا الروضه نتاعنا نخرجوا دفتر الشروط من عند مديريه النشاط الاجتماعي، يعطونا دفتر الشروط حنا نوقعوا على هذا دفتر الشروط، ممكن الغالبيه ما يقراوهاش، ولا ممكن نقراوها بسرعه ونغفلوا ولا ما نركزوش مليح على النقاط اللي جايه فيه. ففيه بعض السجلات الموجوده في دفتر الشروط اللي يعني واجب علينا انها تكون متوفره داخل في المؤسسه نتاعنا ولا في الروضه نتاعنا. وكاين سجلات اخرى اللي ماهيش موجوده في دفتر الشروط، وما تساهمش يعني في تنظيم المؤسسه نتاعك، يعني ماشي ديرها بمزيتك، وانما ديرها بلا مزيتك، تكون عندها علاقه بمؤسسات اخرى او باداره اخرى، ولكن غالبيتنا ما نعرفوهاش، غالبيتنا ما نعرفوهاش، وما كاش اللي يوريها لنا، حتى اللي نوقعوا في مشكل ان تجينا لجنه زياره معينه، زياره لجنه معينه او لجنه التفتيش، ويطلبوا منا هذه السجلات، فنقولوا حنايا هذه السجلات هذو ما نعرفوهمش ما نسمعوش بهم،
ومن بعد نولوا في عقوبه ونولوا في الفايفيان ونولوا ممكن بعض السجلات حتى فيهم يعني محضر للمحكمه الى اخره. فحنا نحاولوا اليوم نذكر اهم السجلات اللي لازم تكون متوفره عندنا في الرومان تاعنا. كاين مجموعه من السجلات حنا يعني ما نذكر الاساسيات او السجلات المهمه والواجب توفرها، وانتم من بعد ضيفوا ما شئتم. يعني ممكن كل واحد فينا من بعد في التعليقات ضيفوا سجلات اللي ممكن ما ذكرناهاش، ولا يعني ذكرت انا الاساسيه نضيفوها للاصدقاء باش يستفادوا منها. فمن بين السجلات المذكوره في دفتر الشروط، واحد السجل سموه سجل القيد. هذا سجل القيد بزاف اصدقائي بعثوا لي يقولوا لي واش هو هذا سجل القيد. سجل القيد هذا اساسي، هذه يعني بلا ما تطلبوا منك مديريه النشاط الاجتماعي ولا تحتاجه، كل روضه يكون موجود عندها. سجل نحط فيه المعلومات نتاع الاطفال نتاعي. احنا كل روضه من المفروض انه في بدايه الموسم ولا لما تسجل اي طفل راه تعطي له استماره. هذه الاستماره يعمر فيها معلوماته، نديروا فيها هنايا رقم تسلسلي، نديروا فيها اللقب، الاسم، تاريخ الميلاد، نديروا فيها اسم ولقب الاب اذا كان ممكن الوظيفه نتاع الاب، يعني معلومات الاتصال الهاتف تاع الاب وتاع الام كذلك، وكذلك اذا كان ممكن الايميل او الفيسبوك الى غير ذلك. فاحنا بعض المعلومات المهمه في هذه الاستماره لازم نحطوها نفرغوها في ريجستر. هذا الريجستر سموه سجل القيد، يعني نقيدوا فيه المعلومات نتاع الطفل. اهم النقاط او المعلومات اللي لازم تكون متوفره فيه، يعني سجل عادي نشروه من مكتبه، سجل تروى معاه ولا كات معاه ولا سان معاه كبير، نديروا اون فوا بور توت، نحاول نحافظ عليه قدر المستطاع باش ما يرشاليش، باش ما يوليش من بعد رف الى اخره. سجل فيه المعلومات متاعي، سطرو نحط فيه اللقب تاعو والاسم تاع الطفل، نحط فيه تاريخ ومكان الميلاد نتاعو، نحط فيه العنوان تاعو، اسم ولقب الاب، هاتف الاب، اسم ولقب الام، هاتف الام. هذه هي اهم المعلومات اللي ممكن نحتاجها. هذا السجل الاول، هذا لابد يكون متوفر عند اي روضه. يتم قادر من بعد تجيك اي قادر تجيك لجنه من مديريه النشاط الاجتماعي، اذا مديرك يقول لك اعطيني سجل القيد، فهذا هو سجل القيد. كذلك في سجل ايضا مهم ومذكور كذلك في دفتر الشروط، وهو سجل المكلفون باستلام الاطفال. يعني الاطفال لما يجوا عندك يكونوا موجودين عندك في الروضه في المساء او في الصباح لما يحبوا يرجعوا من البيت، اكيد كاين شخص يجي يدي هذا الطفل. الطفل ما راحش يروح وحده لانه راه في سن مبكر، راه صغير الى غير ذلك. فممكن الوالدين تاعو في الحالات العاديه، مش في حالات الطلاق والحالات اللي يكونوا متبعثين للاولياء وتكون الحضانه عن طرف عند ولي معين، هذيك حالات خاصه، نحكي في الحالات العاديه في العموم انه يجوا الوالدين تاعو يدوا الاب ولا الام. وكذلك ممكن يجوا اشخاص اخرين يعني يسترجعوا هذا الطفل من الروضه. فاحنا عندنا في الاستماره تاع التسجيل نوضعوا اسماء مثلا ثلاثه او اربعه او خمسه، نعطوا للولي يعني نطلبوا منه باش يكتب شكون هذا الاولياء ولا شكون هذا عفوا الناس اللي تسمح لهم باش يجوا يسترجعوا الابن تاعك من او البنت تاعك من الروضه. فهذو لما يكتبهم للولي انا نروح ندير لهم عمليه تفريغ في سجل سموه سجل المكلفون باسترجاع الاطفال. شكون هاد الناس اللي يقدروا يسترجعوا الاطفال، نديروا في سجل ونقدروا كذلك نخدموا انفورماتيزي في ورقه نبريموها ونعطوها اللي تكون مكلفه باستقبال تاع الاولياء وكامل في لا ريسيبسيون عندنا، باش السجل نتاعنا ما يرشاش دائما كل يوم تورق وتحوس على الاسماوات نتاع الناس هادو، فدائما دائما دائما يعني يتعفن ان صح التعبير. فاحنا نديروه خلو هذا السجل نظيف ونديروه في ممكن مستندات او مطبوعات نطبعوهم ويبقاو دائما لما يرشاو ولا يفسدوا نعاودوا نبريمو واحد اخرين وخلاص باش تكون الخدمه نتاعنا نظيفه. كاين سجل اخر سمو سجل الدخول والخروج، وناكد بالكثره هنا على الخروج. فخروج الطفل يعني قلنا يكون واحد مكلف بالاخراج نتاعو. فانا لما قلت في حلقه مضت انه نديروا سجل الخروج ويكون فيه القائمه ويكون فيه الوقت تاع الخروج، ساعات الخروج، هذه ساعات الخروج وشكون الناس اللي يستخرجوا هذا الطفل او يسترجعوا هذا الطفل، استغربوا كامل اغلب الروضات استغربوا، قال كيفاش هذا السجل هذا شفنا حاجه جديده، انا ما جبتش حاجه جديده، هذا راه موجود منذ المرسوم التنفيذي تاع 2008 راه موجود، ماشي في الجديد هذا تاع 2019 اللي راينا يضع عليه الهيلالر
نو ماشي هو، راه من 2008 فتشوا عليه تلقاوه، اللي خرج الطفل راه يوقع عليه، مش نعرف شكون خرج الطفل في اي ساعه خرج الى غير ذلك، اون سي جامي وقع مشكل معين ولا، راه عندي الدليل موجود عندي. فنوضع حنايا سجل لتسجيل خروج الاطفال او دخول وخروج الاطفال، وحنا ناكدوا اكثر شيء على الخروج يعني. كذلك عندنا دفتر اخر راه موجود كذلك في المنظومه التنفيذي، عفوا في دفتر الشروط، حتى في القديم وموجود في 2008 وموجود، اللي هو دفتر الوجبات. دفتر الوجبات يعني احنا تقريبا يوميا الاطفال راهم يتغداو عندنا، او لا عندنا على الاقل مجموعه من الاطفال تتغدى عندنا. وعندنا اهلا وسهلا استاذ رفيق، مرحبا بك استاذه كرش ادم كيتس، مرحبا اهلا وسهلا ريتاج، مرحبا بك. قلنا بالنسبه لي للوجبات كاين مجموعة من الأطفال على الأقل تغذى عندنا، ولا على الأقل يتناولوا الوجبة تاع اللمجة عندنا في الروضة. فأي حاجة كلاها الطفل عندي قدمتها له، فيوميا تكتب في 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 دفتر. هذا الدفتر تطلبه لجنة المراقبة، خصوصا لجنة المراقبة تاع مصالح النظافة وكامل، تطلب وتقارن بينه وبين المنيو، يعني قائمة الوجبات اللي رانا دايرينها ومؤشر عليها الطبيب إلى غير ذلك. فهذا ضروري، هذا كذلك يعني يشترط او موجود في دفتر الشروط. فيه سجلات اخرى نقدروا احنا نضيفوها، مثلا سجل المقترحات، وان كان ثاني موجود. سجل المقترحات هذا نوضعه في الريسبسيون، سجل معين نكتب فيه سجل المقترحات. في بعض الاحيان بعض الاولياء يكون عندهم افكار، الافكار احنا ممكن ما تبادرش للاذهان تاعنا، وتكون هذه الافكار تضيف الكثير من الاضافات للروضه تاعنا، فنوضعوه. وممكن الاولياء او الزوار للروضه، او ممكن بعض اللجان. وعليكم السلام استاذ زكريا اخي، اهلا وسهلا اخويا امين، مرحبا وسهلا. كذلك هذا السجل راح يزيد الكثير في الروضه نتاعك، فحطيه انت ما خسرتي حتى شيء. وبالعكس من الاحسن ان ينضيف كذلك صندوق المقترحات، كاين اللي ما يحبش يبين اسمه، ولا ما يبينش هو باللي دار مقترح معين، ولا يكون عنده شكوى، ولا يكون عنده ممكن يحتج على نقطه معينه ما عجبتوش في الروضه وحشم باش يقولها الى غير ذلك، فندير له صندوق خاص به او علبه خاصه هكذا مخصصه للمقترحات. ولكن سجل ضروري، تكون الامور منظمه، فيه التاريخ، فيه الامور باينه محفوظه ان صح التعبير. ممكن كذلك نضيفوا سجل ذهبي ولا سجل تشريفات، ممكن انا في بعض الاحيان يديروا لي زيارات شخصيات معينه ولا ناس معينين الى غير ذلك، فيكتبوا لي يشوفوا الروضه، تعجبهم امور في الروضه الى غير ذلك، فيشرفوني في هذا السجل، يكتبوا شهاداتهم للتيمونياج تاعهم ويشرفوا على الروضه. فتكون هذه بمثابه الامور التحفيزيه او العبارات التحفيزيه. الان في سجلات اخرى، مثلا كسجل المستخدمين، هذا سجل او مذكور في دفتر الشروط، وراه سجل كذلك يحاسب عليه او تحاسب عليه اللجنه او المفتشيه تاع العمل لما تدير لي زياره تفتيش ان صح التعبير. فسجل المستخدمين هذا انا نشريه مباشره من المكتبه، يعني الان السجلات اللي راح نذكرهم من الان فصاعدا هذه لابد تكون متوفره عند اي مؤسسه، وبالخصوص في الروضه، وهذه نقدروا نشروها مباشره، نروحوا لمكتبات كبار في المدينه نتاعك ولا في الولايه نتاعك، كاين مكتبات كبار، مثلا مكتبات تابعه للدوله، ولا مكتبات مثلا كيما تيكنو، ولا مكتبات كبيره، يعني في كل ولايه عندنا مكتبه كبيره تتعامل مع الادارات الى غير ذلك، فنوجدوا عندها مثل هذه السجلات، ما على باليش اسكو كتابات تظهر عاديه ولا تظهر معكوسه، انا تظهر لي معكوسه لانه انا داير لايف، انتم ما على باليش كيفاش تظهر لكم. هذا سجل بين السجلات اسمه سجل المستخدمين، هذا سجل المستخدمين مذكور في دفتر الشروط، نعم مذكور في دفتر الشروط، ومذكور كذلك او تحاسب عليه كذلك مفتشيه العمل. يعني هذا السجل لما تشريه تدخل المعلومات المؤسسه تاعك هنا، هذا راهو جديد، هذا مانيش كاتب فيه هنا، دير فيه المعلومات المؤسسه تاعك هنا، وتديه عند مفتشيه العمل في الولايه تاعك، عند مفتشيه العمل يكاشفوا لك ويرقموا لك الاوراق كامل، الصفحات، الصفحات تاعو تجي غير مرقمه، يكاشفوا لك كامل الصفحات ويرقموها لك ويبقى عندك. لما تجيك زياره او تجيك لجنه زياره، يطلبوا منك يعني اول ريجيستر راح يطلبوه منك تاع مفتشيه العمل، اقصد هو سجل
المستخدمين. الصورة عفوا ماشي الصوت الأخت بشار، الصورة يعني كتابة هل تظهر عادية ولا معكوسة فقط، ما على باليش انتوما كيفاش تظهر لكم إذا معكوسة ولا عادية. وهذا السجل يعني عادي، داخل فيه معلومات عادية خاص بالموظفين المستخدمين اللي عندك، سواء المربيات ولا مساعدات ولا طباخة ولا أي موظفين عندك، يعني تحتاج باش تدخل معلوماتهم أو تحتاجي باش تدخلي معلوماتهم عندك في هذا السجل. والمعلومات عادية، الاسم واللقب تاع الموظف، الجنس تاعو، تاريخ ومكان الازدياد، العنوان تاعو، واش يشغل حاليا كمنصب، والمعلومات الاخرى، المعلومات الاخرى تاع تاريخ التشغيل، تاريخ نهاية العقد. اوتوماتيكمون حنا كل موظف عندنا في الروضة نديرو معاه عقد في البداية نتاع العمل تاعو، وقتاش ينتهي العقد تاعو، إذا درت له سنة ندير وقتاش ينتهي العقد تاعو، إذا سنتين نفس الشيء، إلى غير ذلك. الرقم تاعو في الضمان الاجتماعي لما نروح ناسيوريه أكيد راح يعطوا له رقم تاعو تاع لاسيرونس، فندير الرقم تاعو إلى غير ذلك. يعني معلومات فيها هذه يقدر أي واحد يعمرها. بالنسبة لي عند الروضات كاين بزاف الروضات دايرين دي كونطابل، متفقين مع كونطابل، فأنا شريه مباشرة ندير الكونطابل هو يدبر راسه. أوكي، أنا نعطي له المعلومات اللي يحتاجها وهو يتكلف بالمرء نتاع هذا السجل. اللي ما عندوش كونطابل يقدر هو يعمر روحه، يعني المعلومات راهي فيه يعني عادية بديهية ما فيهاش. اوكي ميمي فلاغ تلقايه موجود في المكتبات الكبيره، تروحي لتيكنو في بوزريع، تروحي لتيكنو تلقايه في تيكنو. كذلك في القبه الله اعلم اذا مانيش ناسي، ماشي بوزريع، القبه. السجل الثاني هو كذلك سجل مهم ونتحاسب عليه، وهو سجل الاجره، كذلك نشريه من المكتبه، يتباع في المكتبه، اسمه سجل الاجره. عاوليك هذا السجل الثاني، نعمر المعلومات نتاع الروضه نتاعي فيه، في الصفحه الاولى نعمر المعلومات نتاعي ونديه مباشره. لما ندي هذا ما نديش مفتشيه العمل، هذا نديه للمحكمه، نروح للمحكمه مباشره الريسبسيون، السلام عليكم. وعليكم السلام، عندي السجل هذا حاب الكاشيه، وين نروح؟ يقول لك روح للمكتب الفلاني، يكاشي لي رقم لك الصفحه نتاعو، ثاني ما يجيش مرقم ويكاشي لك. ومن بعد انت واش ديري ولا انت واش دير، نرجع نعمر المعلومات فيه نتاع هذا خاص بالاجره، يعني بالاجور تاع الموظفين، نعمر المعلومات فيه الخاصه بالاجره وبالمستخدمين تاعي، ثاني معلومات عاديه، الاسم واللقب واش من منصب، الساعات تاع العمل اذا ساعات عاديه ولا اضافيه، شحال الاجره، مما تتكون الاجره، اذا كان داير لو سميك وحده زائد داير اجره اضافيه، زائد الامور اللي متعلقين بالاجره نكتبهم فيه، الى اخره من المعلومات الباينه. كذلك اللي عنده كونطاب، الكونطاب هو يتكلف بالملء نتاعو، نعطيه المعلومات اللازمه وهو يتكلف بالملء نتاعو. هذا بالنسبه لسجل الاجره. نروحوا سجل واحد اخر كذلك، ابو فريد، اوكي الله يبارك خير الناس. كذلك في سجل اخر مهم، وهو سجل العطل السنويه. هذا سجل العطل السنويه خاص كذلك بالموظفين، هذا نفس الشيء، نعمر المعلومات ونديه كذلك مفتشية العمل، ثاني سنيو لي فيه كاشو لي الاوراق نتاعو ويرقموهم لي. باش علاش يكاشو الاوراق ويرقموهم لي؟ لانه هو غير مرقم، ومن بعد ممكن واحد هكذا يحب ينحي هكذاك خدام ولا حاجه ولا يعدل ولا يدير بلي ما كانش عنده الى غير ذلك، فسهل باش يترافيكي يجي في الوسط هنايا يفتح له ينحي له لي زاكراف نتاعو ويجيب واحد اخر جديد ويحطه في بلاصه الاوراق في بلاصتهم الى غير ذلك. من فقبل ان نتفاداو هذه العمليه نتاع التزوير ان صح التعبير، واش دير؟ تكاشي وترقم، تكاشي كامل الاوراق، تسمى اي ورقه تنحيها منه راهي باينه. هذه بالنسبه لسجل العطل السنويه. وعلاش واش من الفائده تاعو هذا سجل العطل السنويه؟ حنا نعرفوا باللي في قانون العمل نتاعنا اي موظف عنده حق في شهر عطله سنويه، اي موظف عنده الحق باش يدي شهر تاع عطله في العام. فا اي موظف راه عندي يكون موجود هنا في القائمه، عندي قائمه تاع الموظفين موجود، وندير له معلوماته وندير وقتاش ابدا العمل، وقتاش توظف، وقتاش يدير العطله السنويه تاعو، وقتاش البدايه تاعها، وشحال المده تاعها، وقتاش النهايه تاعها، ويسني لي كاش ملاحظات نكتبهم داكور، ونعطي له تيتر كونجي. تعرفوا انتم هذه قضيه تيتر كونجي، كاين بزاف يحتاجوه في ما يتعلق يحب يخرج خارج الوطن، حاب يدير دوموند فيزا الى غير ذلك. في سجل اخر سموه سجل الوقايه
سجل وقايه الامن وطب العمل، سجل وقايه الامن وطب العمل. هذا كذلك من بين السجلات التي تمضى عند المفتشيه كذلك او يوقع عند المفتشيه، نعمر فيه كذلك المعلومات اللازمه. وهذا احنا نعرفوا باللي الموظفين اللي عندي او المربيات او اللي يشتغلوا معنا في الروضه لابد اني قانونيا نعرضهم شاك سيموا على دفتر على طبيب. اوكي، شاك سيموا نعرضهم على الطبيب، يديروا فحوصات يعني عاديه، يديروا كونسلتاسيون تاعهم عاديه، فالطبيب تاع طب العمل المكمل يعمر لي المعلومات هنا في هذا السجل. سجل اخر، في حالة ما إذا موظف عندك ولا موظفة ولا مربية ولا فام دو ميناج ولا زلق لداخل في لاكريش، صرا له اكسيدون دو ترافاي، كان جاي للخدمة نص ساعة قبل العمل دار حادث مرور، نص ساعة بعد العمل دار حادث مرور، هذه يعني أمور موجودة في قانون العمل، يعني هذا يعتبر دار حادث عمل، دار اكسيدون دو ترافاي. دروك كاين سجل خاص باش ندير فيه حوادث العمل، شكون هذا الموظف ونوع الحادث اللي دارو والمعلومات المتعلقة بالحادث، هذا السجل سموه سجل حوادث العمل. هذا كذلك ضروري ومهم ان نوفره عندي في المؤسسه تاعي. هذه كثير من اصحاب الروضات ما يسمعوش بها، جينيرالمون بزاف اصحاب المشاريع ما يديروهاش الا حتى تجي لجان تفتيش ومن تحسبهم عليهم الى غير ذلك. ولكن اذا حبيتوا تمشوا ريغلو هذه ما تكلف والو، مع هذه السجلات 30000 ولا 40000 كل سجل سريع، ديرهم عندك كون هاني في راسك، تجي اي كوميسيون ولا يدوموند لك اي ريجيستر يلقى موجود عندك في المؤسسه نتاعك. وعليكم السلام استاذ ام احمد، اهلا وسهلا بك اختي. وفي سجل اخر اللي هو سجل انذار مفتشيه العمل، هذه سجل انذار مفتشيه العمل، يجوا عندك مفتشيه العمل يدير لك انذارات، الله يبعد عليكم البلاء والمصيبه عليكم وعلينا جميعا، كاش ملاحظات ولا انذار الى غير ذلك يكتب لك في هذا السجل. خلاص هذا السجلات اللي نتحاسبوا عليهم. كاين سجل اخر نحتاجوه حنا في الروضه نتاعنا باش يكون امورنا منظمه، سموه سجل الايرادات والمدفوعات. الايرادات والمدفوعات يعني واش دخلني واش خرج. بون واش دخلني، انا من رايي ما نستعملش هذا السجل، انا من رايي يعني حسب تجربتي وحسب يعني حسب سنوات العمل، فالايرادات حنا جينيرالمون في الغالب الايرادات تاعنا راهي باينه تاع الروضات اللي هي الاشتراكات الشهريه، هذه اغلب الايرادات الا بعض الايرادات الاضافيه اللي ممكن اللي حضروا معنا في الدوره نتاع الاداره الماليه للروضه نتعرفوا على امور اضافيه، هذيك شان اخر. ولكن نحكيو حنايا على الغالب في العموم الايرادات اللي عندنا اللي هي لي كوتيزاسيون مونسيوال، يعني الاشتراكات الشهريه تاع الاطفال ولا تاع الاولياء. فهنا سجل ندير لها سجل خاص، نشري سجل تاع دو مان ولا تروا مان ولا نسطرو وندير فيه كل شهر القائمه تاع التلاميذ ديال الاطفال اللي عندي، وندير الاشتراكات شحال عندهم اشتراكات يعني عاديه، الاشتراك اللي كاين اللي داير نصف يوم، اللي عنده نصف يوم ندير له شحال خلص في هذاك نصف يوم، اللي عنده الغذاء ندير الاشتراكات الغذاء، اللي عنده الترونسبور ندير الاشتراكات الترونسبور، ومن بعد في الاخير نجمع شحال دخلني في هذا الشهر نحكم شحال عندي ايرادات. المدفوعات هي واش خرج. ثانيا بالنسبه للمدفوعات اليوميه دو بريف تاع كل يوم، مثلا سيرتو في المواد الغذائيه وكامل، الخبز الحليب خضر مواد غذائيه الى غير ذلك، فدو بريفيرونس ندير لها سجل خاص بها، والا اذا كان مدفوعات يعني باينه نجيب الفاكتور ديالته وندير التوتال ونخلي الفاكتور عندي في بوادر شيف الخاصه بالفواتير وكامل والنفقات، نحط هنايا مباشره في هذا السجل، نحط لي مونطون ونحط يعني راه كذلك راه باين التاريخ الصيف التعيين والشريط مثلا، المداخل قلنا نديروا لها سجل خاص بها، المدفوعات تاع كل حاجه نسطر يعني راه ريجيستر كبير على كل حال، التاريخ نتاعها الى غير ذلك الى غير ذلك، يعني راه باين هذا كي تشروه طلعوا عليه ولا قبل ما تشروه طلعوا عليه شوفوا اسكو يساعدكم ولا ما يساعدكمش، يعني هذا ماشي سي با اوبليغاتوار، هذا يكون عند يعني سي با اوبليغاتوار يكون عندك هذا النموذج هذا الموديل، فنقدر ندير فيه سجل عادي ريجيستر نسطرو ونخدم به عادي ويكون عندي نسخه في الكمبيوتر باش تكون خدمتي نظيفه. كاين سجل اخر انا مهم وهو لانفونتير، سجل الجرد، لانفونتير ولا سجل الجرد. هذا لانفونتير واش ندير فيه؟ تو سكي نون كونسومابل، كل ما هو غير مستهلك من عتاد ولوازم
ندخلوا فيه، نسجلوا فيه. مثلا انا اليوم شريت مجموعه من العتاد تاعي تاع داكراش، كي شريتهم شريت طاولات، كراسي، سبوره، ديطاشو، ميكرو اورديناتير، امبريمونت، العاب، لي طوبوغون، لي بالونسوار، تلفزيون، اي حاجه نشريها وتكون نون كونسومابل، غير مستهلكه. مثلا كي نقول انا لونكر تاع الامبريمونت سي مستهلك، اوراق مستهلكه، لوازم تاع اشغال يدويه مستهلكه، خبز مستهلك. ولكن كي نقول بيرو ماهوش مستهلك، كي نقول خزانه ماهيش مستهلك، كي نقول رفوف تاع الاحذيه اكرمكم الله غير مستهلكه. فهذه انا نرقمها، ندير فيها دي ماتريكول، ندير لها ماتريكول، نسجلها عندي في سجلها عندي في سجل هذا خاص سمو سجل الجر، واش فيه معلومات تاعو باينه، الرقم الترتيبي، تاريخ التسجيل التقويمي يعني وقت شريته ولا وقت سجلته، التعيين واش هو هذا لوبجي هذا ولا هذا الارتيك، العدد شحال شريت منه، من حبه شحال عندي منه من وحده، سعر نتاع الشراء تاع الوحده، واذا كان خلصتو اور تاكس نحسبو اور تاكس، والقيمه الاجماليه يعني اذا كان بالنسبه لل لي زارتيك اللي عندي منهم بزاف. مثلا درت كراسي 40 كرسي بالحبه خالص 80 ملي كرسي على سبيل المثال، ندير القيمه الاجماليه يعني في 80 حبه شحال طيح لي، وهكذا باش نعرف كامل واش عندي عتاد، كاش حاجه فزت، كاش حاجه حبيت نعوضها، كل شيء يكون يعني مضبوط امامي بشكل منظم بشكل مرتب، تكون اموري كامل مضبوطه. هذه من بين الامور اللي ضبط لي ضبط لي الاداره تاعي وتساعدني في الاداره تاعي. يعني شوفوا يعني بتي يعني شيئا فشيئا بدينا ندخل في الامور اللي خاصه بالتنظيم الداخل الاداري. انا شفت بلي الغالبيه عندهم مشكل معاها وسالوا بعثوا لي عليها وحبوا يستفسروا ولا حبوا نعطيهم معلومات على هذا السجلات. يعني اليوم دينا سجلات باش ما نطولوش بزاف، كل مره ندو حاجه نحكيو عليها ان شاء الله ونوضحوها باش تستفيدوا جميعا. اذا فيها اسئله ماذا بينا نطرحوها، واذا ما فيش اسئله نختموا. شوف معليش نعطوا زوج دقائق ثلاث دقائق خمس دقائق اذا في اسئله ماشي مشكل، اذا ما فيش اسئله ثاني ماشي مشكل كذلك. وفيك بارك واسي، شكرا شاطر صغير، وفيك بارك، بارك الله فيك كرش الامل، وعليكم السلام ورحمه الله. اللي التحق بنا مؤخرا متاخر او التحق بنا متاخر معليش من بعد وعليكم السلام ريتاش، اللي التحق بنا او التحق بنا متاخرا معليش من بعد كي نختموا ان شاء الله البث هذا تعاود ترجع تتابع الفيديو من منذ البدايه وتوجد المعلومات اللي حكينا عليها خلال هذا البث. طبعا اللي مهتم بالحضور تاع الدورات يعني رانا اللي لونسينا غير اونلاين بالزوم، وهي مليحه يعني فيها فائده كبيره وكامل، راه موجود الروابط تاع الدورات مع هذا الفيديو، دخلوا شوفوا المعلومات، واللي حاب يشارك ولا كاين استماره يسجل المعلومات تاعو نعاودو نتواصلو به ماشي مشكل. يعني الدورات على كل، هذه الدورات الاخيره، هذه اخر يعني اخر فرصه للدورات بالنسبه لانشاء روضه وتسيير روضه وبالنسبه للاداره الماليه للروضه. هذه ان شاء الله راح تكون في خلال هذا الاسبوعين اخر دورات اللي راح نقدموها تدريبيه الى بعد رمضان ان شاء الله، ممكن نعاودوها لانه الله غالب الوقت راه شويه مضغوط وما نقدرش دائما نعاودها الله غالب. العفو، الله يبارك فيك بيدي فتيحه، شكرا. العفو نينا. سؤال توضح لي سجل من الاول ما لحقش عليكم. حبيبه الرحمن معليش قريب نختموا البث المباشر هذا، كي نختموا عاودي تابعي منذ البدايه وكامل المعلومات اللي فاتك توجديها ان شاء الله. راني نخلي الفيديو هذا ما راحش نحيه ان شاء الله، خليه باش يستفيد العدد الاكبر. زينة الحياة أستاذة ريم أهلا وسهلا بك، أتشرف بحضورك معنا في هذا البث، على بالي المشاغل كثيرة وكامل تأخير يعني ربي يكون في عونك أستاذة. أنت ثاني راكي تعبي راكي تبذلي جهد وراكي ما ولادك راهم يتوحشوك من أجل روضات الأطفال من أجل حل مشاكل الكثير من الأصدقاء. يعني حقيقة أستاذة ريم أي شخص بعثت لها الحمد لله حمرت لي وجهي معه، يعني بزاف اصدقاء واخواتي بعثوا لي يقولوا لي بلي صراو لنا مشاكل الى غير ذلك، جات عندنا كوميسيون حبوا يتاسفوا لينا بعثوا مع الاستاذ ريم الحقيقه والله يحمرت لي وجهي كثر خيرك. فاحنا دائما راناك شغل في زوج رانا في كما نقولوا باب تاع خير، فنسالوا ربي ان شاء الله يجازينا احسن الجزاء وخلاص. الله يبارك فيك استاذ واسي، استاذ زكريا وفيك بارك، شكرا جزيلا اخي. إذا قبل ما نختم هذا الفيديو ولا حتى إذا ختمنا هذا الفيديو
حاولوا تنشروه على اوسع نطاق، يعني عاودوا بارطاجوا الفيديو هذا باش يستفيد منه الاصدقاء. يعني حقيقه راني نتعب نتعب في هذا يعني في هذا الفيديو اللي راني نحط فيهم يعني معلومات الفائده تربطات الاطفال. ماذا بيا ما يكونش حكر يعني على مجموعه معينه، خلي الناس كامله تستفيد. راه يعني كما انا راه عندي الاجر في تقديم المعلومه، انتم مثلا حاولوا تدوا الاجر ولا ما تفوتوش الاجر باش تبارطاجوا هذا الفيديو، باش تكونوا سبب باش يستفاد الكثير من الاصدقاء اللي صح ما لقاوش شكون يوري لهم، ما لقاوش شكون يشرح لهم، ما لقاش شكون يعطيهم المعلومه، فكونوا سبب باش تساعدوهم. وعليكم السلام ورحمه الله. اذا في الاخير اشكركم جزيل الشكر على جميل الاصغاء والمتابعه والاهتمام. دمتم اوفياء، دمتم متألقين، دمتم ايجابيين. القاكم في البث القادم بحول الله. الى ذلك الحين اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.